يا مساء الخير واهلا بيكم في عالم العالمين. لسه مكملين معاكم فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانيه واللي بتضم اكثر من 20 فعاليه متنوعه منها الفنيه والثقافيه والرياضيه والترفيهيه مما تناسب جميع ومختلف اهتمامات الزوار. في الحقيقة في أحداث كتيرة جدا وفعاليات أكتر وتقارير كتير هننقلها لكم من خلال برنامجنا، وهنحاول إن احنا نكون ونعمل وننقل الصورة كده بتفاصيلها في بقى كل الفعاليات والأحداث الموجودة على أرض العالمين الجديد. الحقيقة أحداث كتير هنتكلم عنها طول فعاليات المهرجان، فبالنسبة لعشاق الرياضة فهيكون معادهم بكرة مع دوري أبطال الساحل للكرة النسائية، ودي خليني أقول رسالة واضحة جدا للعالم كله على اهتمام مصر الكبير بتطوير الرياضة النسائية وإعطائها المكانة اللي بتستحقها. أما بالنسبة لأصحاب القلب الجامد بقى فخليكوا كده جاهزين لأقوى تحديات موتور سبورتس، واللي هنعيش معاه أسبوع كامل من التحدي والإثارة في مهرجان العالمين الجديدة من يوم 15 ليوم 24 أغسطس. أما بقى لعشاق المسرح فيكون ليهم لقاء بكرة في مسرحية التلفزيون للثنائي اللطيف جدا والكوميدي جدا حسن الرداد وأمي سمير غانم، واللي هيعيشونا كده معاهم مغامرات مختلفة جوه التلفزيون السحري. أما العشاق بقى الطرب والفن فهيكون معادهم يوم الجمعة مع ثلاثي النجم الجميل النجم الكبير حمزة نمرة، النجمة الجزائرية سعاد ماسي واللي بترجع لينا مرة تانية من بعد غياب طويل عن مصر، وفرقة مسار إجباري في ليلة كلها مزيكا وجمال وطرب. فجهزوا بقى نفسكم من دلوقتي على مسرح يو أرينا في العالمين. في الحقيقة العالمين ما سابتش حاجة لكل زوار المهرجان إلا وقدمت لهم اللي هم عايزينه، سواء رياضة سواء فن سواء مسرح سواء حفلات سواء مهرجانات للأطفال، كل حاجة متاخدة في الاعتبار وكل حاجة موجودة. وإحنا معاكم هنتابع كل فعاليات العالمين لحظة بلحظة في حلقة النهاردة، فخليكم متابعيننا.